طيب، احنا المرة الماضية كيف عملناها احنا؟ في سطر لنا عكست فيه الكي والفاليو، هاي كيف تعمليها؟ تعمليها انه في ليست، لما تحوليها لليست بتبطل ديكشنري، فبالتالي انه بسمح انه يكون في تكرار، لانه احتمال كبير انه الفاليو تكون مكرره، فبالتالي انه بتصير تابل بدل ما ديكشنري انتري. فهنا كي في هنا صارت معكوسه في كي بالفور لوب اندكس دوت ايتمز. طيب، استكمالا للمحاضرة المرة الماضية، كان مطلوب هنا السؤال انه في عندنا ديكشنري، تمام، بيحتوي على البير اوف ووردز او وورد بيرز، ازواج من الكلمات. هنا كل كلمة سينونيم من البير، يعني من البير تبعها. وهنا في نقطة مهمة جدا جدا، انه انت تقرأها في المسائل، وهذا الكلام برضو موجود عندك على الهاكر رانك، انه انت تقرأ المسألة كويس وتشوف ايش هو الاسامبشن. ايش الاسامبشن؟ بحكي انه all the words in the dictionary are different، خلاص ساعتها انه بقدر انه اعمل الترتيب اللي انا بدي اياه، اللي انا حاحكي لكم اياه. هنا الانبوت كيف شكله؟ انه ثلاثة بدخل، وهنا دخلت ثلاثة بيرس، وهنا طلبت جود باي، المفروض يرجع لي باي، فبالتالي هنا ماي ديك ديكشنري فاضي، وهنا بندخل انه الان عبارة عن انبوت، وهنا بنلف على شو بنعمل. طبعا انا هنا حسب الاكزامبل دائما هذا انا بطلع عليه، حتى هذا الاشي موجود في الهاكر رانك، انه كيف نمط الانبوت. انا عندي نمط الانبوت انه انا عندي وورد بير، فبالتالي ازواج من الكلمات، فبالتالي عندي كلمتين، فبالتالي ممكن ادخل لاين وباللاين بعديها بعمل سبليت وكل الكلام هذا كله، ولكن بناء على الاسامبشن هذا ممكن اعمل بهذا الشكل، انه word comma sin بتساوي input dot split. فبالتالي انا عارف انه ناتج split شغلتين، فبعملهم assign هنا في هدول التو variables، تمام؟ واضح ال Thank you.
الفكرة زي ما حكينا إنه بناء على هذا الأسامبشن، تمام، ممكن إنه نبسط عملية الإدخال زي هيك. خلاص أنا عارف إنه في عندي في اللاين تو إنتريز بعد السبلت، بدخلهم هنا، هذا حيدخل كتابل، تمام. هدول الاثنين مجتمعين كتابل، بس ممكن أتعامل مع كل فاريبل لوحده. الآن عملية الإدخال في الدكشنري، فممكن أقول my deck word بتساوي sim، هذه احنا متفقين عليها. ولكن كمان مرة لو قرأت انه all the words in the dictionary are different، بقدر بكل امان انه انا احكي انه my dick of sin تساوي الword. ساعتها خلاص بصير استعلم بالكي، مجرد انه get عادية، سواء كان جبت الوورد او السينونوم تبعها. فهنا لوك اب بتساوي انبوت انتر وورد، وهنا بنحكي انه برنت meaning my deck dot get، أو بالبراكتس زي هيك look up. فبالتالي أنا عندي البحث بيصير سطر واحد، سطر سبعة. بس هي الفكرة في ترتيب الإدخال بناء على إيش المواطن أنا عندي في المسألة. لأنه إذا إحنا فهمنا فعلياً الدكشنري إنه بخصوص التكرار في الكي والفالي وشفت هذه، ساعتها بقول إنه آه بزبط وبقدر إني أسوي هاي الشغلة. فلو جربنا إنه قديش بدنا ندخل، ثلاثة اثنين بكفي، فمطلوب الكلمة الأولى مثلا هاي هلو، وإيش كمان، ومثلا إنه ممكن نحط إنه البايثون السينونوم تبعها easy، وهنا بدي أدور على هلو بيجيب لي الهاي. لو نورنا على الفاري دكتور، هاي هاي بدي احط لك اياها هنا. هذه في فور لوب بما انه خلاص الادخال خلص، ف وايل ترو لغاية ما انت تقول لي بس. هنا بنفحص انه if lookup اذا كانت Q quit يعني بدنا نعمل break. فهنا بدخل قد ما بدك، ف
بدي الكلمة أنت حكيت بدك هاي بدك هلو. إحنا إيش دخلنا؟ دخلنا هاي، ندخل العكس هلو بيجيب لي الهاي. بدنا ندخل بايثون جيب لي ايزي ونجيب ايزي برجع لي باي كيو بيطلع تمام. طيب خلينا نرجع على الفانكشن، لانه حكيت انه بعد ما اخلص الكوليكشنز بدنا نرجع على الفانكشن. وهنا بدي احط عنوان اللي هو الارج والكي دبليو ارجز. Parameters. فممكن نعرف دالة def f1 تاخد args وهنا return args. او خليها للتبسيط بديش اعملها ريتيرن لانه بديش اضلني احط برنت برنت تحت او اوكي بس تبقى اوكي خليها هيك وبعملها في سيل مختلفه. بس الفكره هنا انه الارجز هذه بدي احط لها ستار. فايش بصير انا عندي لو عندي في الاستدعاء رحت استدعيت ادي اف 1 وهنا اف 1 وحكيت انه نيم اسم الباراميتر نيم بتساوي احمد مثلا وباراميتر تاني اي دي او الاي بتساوي زيرو. فكيف الناتج راح يكون؟ برجع لي اياها على شكل عفوا اوكي هذه انه اوكي احمد وهنا 10 هذيك في الديكشنري انه برجع لي اياها مثل هيك. فهي شو برجع؟ هذه بتعمل ريتيرن، عملت ريتيرن للاركس على اساس تابل. فالفكره هنا انه انا عندي في الستار كل البراميترز اللي بحطها بروح برجع لي اياها كتابل. خلينا نعمل كمان استدعاء تمام ونحط كمان باراميتر فبلاحظ انه برجع لي اياه كله كتابل تمام. هذه كتير مستخدمة لو أنا ما كنتش عارف عدد الباراميترز فبروح بضم لي إياهم كلهم في كوليكشن واحدة اللي هي ال كتابل. نشوف الطريقة الثانية اللي هي إنه أنا أعرف الدالة إنه def f2 وهنا بعطي له keywords args. في هذه الحالة بديله 2 stars فراح يحول كل الباراميترز اللي انا بديله اياهم ك dictionary. ممكن انا استخدمهم جوا بهذا الشكل انه انا افحص اذا كان الكي موجود اعمل كذا كذا كذا. نفس الفكرة انه انا مش عارف عدد الباراميترز بس الفكرة هنا انه بدل ما كانت تابل اعطى للباراميترز هذه كل واحدة كي. فهنا لما بستدعي اف 2 وهنا ساعتها بقدر اقول انه نيم بتساوي احمد وهنا انه الاي بتساوي 10 والجي بتساوي 20 فحيرجع لي ديكشنري الكي اللي هو اسم الباراميتر والفاليو اللي هو القيمه اللي انا مررتها نيم احمد اي 10 وجي 20. بالنسبه
اي دوكيومنتيشن يعني اي اسل هنا في الفانكشن. بعد ثاني يوم مش ثاني يوم بعد ساعه 5 ايش اكتب لك اياها انه اوكي هذه انه هنا انه لا مش هنا اخر ساعه لما اعمل فانكشن لما بقول لك لا بقول لك انه انت لو كنت عارف البارامترز ما فيش داعي انه انت تعمل كلام، ولكن في بعض الاحيان احنا بنحتاج انه في عندك بالضبط في عندي بارامترز كثيره ومش عارف ايش حيمرر المستخدم، فبالتالي ممكن انه اخذهم كديكشنري بتصير كي وفاليو. طب ممكن ادمج بين الاثنين يعني في بالضبط to a dictionary. وهنا ممكن أضيف لك ملاحظة إنه convert parameters to a tuple. ممكن أعرف لك دالة F3 زي ما بدك. وهنا بحكي انه i بتساوي none او خليها مثلا minus واحد و الارجز star وهنا key w args. ساعتها بصير انه هاي انت عندك باراميتر عارف اسمه، هذه كل الباراميترز اللي راح تتمرر في الارجز عباره عن تابل وهنا راح تكون عباره عن. فخلينا نعمل print او return i args keyword args. هذه الستار هنا وهنا في الاستدعاء F3 بحكي له انه الاي بتساوي 10، ممكن احكي له هنا باراميترز 20 30 وبعديها ادي له نيم بتساوي احمد جي بتساوي 30. انه لا او انه ممكن انه يا اما arcs او keyword او key arcs. اعتقد انه يا اما هاي يا اما هاي، فبالتالي هنا كيف زي هيك. او ممكن استخدم الاركس لوحدها، فبصير انه انا دمجت بين التنتين انه باراميتر عادي مع الاركس لوحدها كتابل. تمام. طيب لا انا في عندي هاي الستار ودبل ستار، هذه بتحول لتابل وهذيك بتحول ل ديكشنري، لانه البارامترز هدول انه باس باي فاليو، انت بتاخذ الفاليو، انت فعليا ما بتقدرش انه انت تعدل عليهم. انه هي لو شفت اطلعت انه هيك تابل، هذا ما دام انه تابل خلاص بتقدرش انه انت تعدل عليه، ممكن تاخذ فاليو تعمل اساين وتعدل عليه زي ما بدك، لكن هذا نفسه مش ممكن انه انت تعدل عليه. يعني انه انت تعمل الارج اوف الزيرو بتساوي 10 مستحيل، بيقبلش. فهذه اخر شغله بالنسبه للفانكشنز. الان ممكن ننتقل للسترينجز. في اي سؤال لغايه الان؟ واضحه الامور؟ Z
0 7 strings. strings انا مش هطول فيها كتير لانه naming conventional methods الموجودة فيها كتير واضحة. طبعا طبيعة الحال string زي في البايثون زيها زي بقية اللغات انه هي عبارة عن list of characters، فبالتالي ممكن يكون عندك s بتساوي hello هاي الاس، ممكن احكي s من of 2 بيجيبني تاني حرف، او ممكن اعمل slicing زيها زي كل العمليات تبعت الليست موجودة عليها. تمام s من 1 ل 3 او 2 بعلي حرفين او اوكي لازم يكون 3 هيك بتبعلي حرفين. ممكن استخدم ال n operator زيها زي الليست بالضبط، فبالتالي ممكن اشوف انه هل الحرف a موجود في الاس، نتيجة تبعته true او false، وبدك تشوف كل العمليات dir للاس وهي print. طيب capitalize case fold بيعكس الكابيتال سمول والسمول كابيتال، سنتر بتعطي له انه هو بيعمل لك توسيط، بتحط له بادنج فراغات من اليمين واليسار وبحط لك النص تبعك. الكاونت هذه زي الليست، انكود لو انا بتعامل مع نص بلغات يعني بانكودنج مختلف ممكن اغير الانكودنج تبعه احوله. انس ويذ بفحص اذا السترينج هذا بينتهي ب وستارتس ويذ بيبدأ ب، تمام. في عندي swap case كذلك، وهنا كل الدوال is lower is numeric is printable، كل الشغلات اللي بتبدأ ب is بترجع true و false. تمام دالة ال split by default الديليمتر تبعها هو السبيس، وممكن امرر له ديليمتر تاني، يعني s بتساوي hello world my name is احمد، فممكن اعمل s.split وبروح بفصل لي على اساس السبيس، او ممكن اعمل .split لهذا الديليمتر بعمل لي راح ياخذها two partitions اللي هو هذا لوحده وهذا لوحده. تمام فبعمل split على اساس ديليمتر معين، ممكن انا مرر ممكن يكون الكوما ممكن يكون التاب اي ديليمتر. طبعا التايتل هذه الدالة لو انا كنت بشتغل على الويب او بعمل ريندر لتكست معين انه في التايتل كل الكلمات اول حرف فيها لازم يكون كابيتال، فبتروح بتحول لي اياها. يعني هذا النص ممكن احكي اس دوت تايتل، ناتج انه بتعمل لي كابيتالايزيشن لكل الاتش صارت كابيتال والدبليو والماي نيم از احمد بهذا الشكل. طبعا is title بالمقابل بتفحص اذا كانت capitalized اول حرف من كل كلمة او لا. is printable طبعا هنا في بعض الاحيان بيكون في عندي في النص بعض ال special characters او ال control characters او characters من لغات اجنبية، بيكون انه بنفحص انه هل هي قابلة للطباعة او لا، او بتكون شكلها على شكل خرابيش. طيب بدنا ناخذ دالة الجوين لانه ممكن انه احنا نستفيد منها. دالة الستريب بتنظف بالضبط، انه لو كان في عندي سلاش ان سلاش تي في الاخر اي وايت سبيس من اليمين واليسار بتشيله، وفي عندي ار ستريب من الرايت، وفي عندي ال ستريب شايفينها وين؟ هايها من الشمال R
split. R split أعتقد تعمل split من ال right. يعني أول match أنا عندي من جهة ال right. فدلت لما أقرأ files هذا الكلام حناخده في الفايلز إنه الستريب إحنا حنستخدمها تمام، وحنشوف الجوين الآن. طبعا الجوين ممكن أنا أعرف ليست الواحد بتساوي 1 3 7 2. طبعا الواحد بيطبع لي إياها as a list. لو بدي أطبع الليست كأرقام بدون brackets وبدون كأرقام هيك عادية بحط star الواحد. اوكي بهذا الشكل بتصير. او ممكن استخدم دالة الجوين في السترينج، فبقول انه اعمل لي جوين لعناصر الليست هذه وحط لي اياهم بدل ما كان في سبيس حط لي اندرسكور دوت جوين للليست الواحد. طبعا هي عباره عن يعني عباره عن ارقام فبدنا نحولها لسترينج، ف str لا الواحد اوف الاي فور اي ان رينج مشاكل في الأقواس كانت. لو أنا بدي الأرقام هذه حول لي إياهم سيمي كولن فبتصير الأرقام زي هيك. ممكن تكون مفيدة لو أنا في الانبوت والاوتبوت إنه أنا بدي الأرقام يكون في ديليمتر معينة سلاش تي سيمي كولن. لا مش السبيس، انا عندي هي عناصر الليست بروح بضمهم جوين بتروح بضمهم مع بعض باستخدام ديليمتر معينه. يعني بمعنى اخر لو انا حطيت زي هيك سلاش ان او سلاش ان بروح بحط لي اياهم في كل واحده في سطر. فالموضوع مش موضوع انه هو بيستبدل سبيس، لا انا عندي عناصر ارقام في الليست بدي يضمهم بطريقة معينة، هنا بضمهم بدون أي مسافة، هنا بحط بيناتهم سيمي كولن وهنا بحط بيناتهم أندرسكور. تمام؟ هاي بخصوص السترينج. فبالتالي انه هاي في عندكم في الـ في الـ في الهاكر رانك مسائل خاصه في السترينج، مجرد انه انت تطلع على هدول بيساعدك كتير على حل هاي المسائل. ابر بحولها لابر زيفل. بالمناسبه خلينا ناخذ اخر حاجه زيفل زيرو فيل، انه على سبيل المثال في عندي لستة او سلسله من الارقام فور اي ان رينج خلينا نحط 17. فهنا بدي احكي انه print str لازم احوله لسترينج هذا الرقم. بتفيدني كتير اذا انا كنت بدي اطلع الارقام بفورمات معين. فهنا لو حكيت له 3 فبروح بيعمل لي 3 digits بيحط الرقم وباقي الأرقام زيرو على الشمال. طبعا زيرو على الشمال فيش إله أي تأثير، فبصير زيرو زيرو واحد زيرو زيرو اثنين
هنا أول ما دخلنا في العشرة صار في عندي 2 digit، فبالتالي بعمل زر 0 fill ل 1 0. هنا بعمل fill ل 2 zeros. هاي ممكن إنه تفيدك لو أنت كنت بتعمل process ل large files وبدك تكتب النتيجة في files تانية مختلفة، وبدك تعمل سلسلة أسماء للفايلات وبدها تكون متسلسلة بهذا الشكل. وهنا بتحط مثلا زائد فايل نيم مثلا، أو مثلا data file dot text، فبالتالي بتحط هنا underscore، فبالتالي هنا أنت بتعمل generation للفايل نيمز بهذا الشكل، فبتصير انه هاي اسماء الملفات اللي انت بدك تكتب عليها النتيجة بهذا الشكل لو انت كنت بتعمل process للارج فايلز، والفايلز هذه انت بدك تقسمها او تكتبها بهذا الشكل. تمام، هذا كل ما يتعلق بالسترينج، يعني انه بشكل سريع. نيجي الان لموضوع الفايلز. هنا في البايثون على سبيل المثال بلاقي فيه تقسيمة هنا على سبيل المثال انه basic data types, strings, sets. تمام، فهنا وين في dictionary، فخلينا نشوف ممكن تكون هي في salt، في collections. بالضبط في collection هنا default dictionary tutorials، في انا عندي في collection word order، شغلات مشابهة للي احنا بناخدها. تمام، فممكن تعملي براكتس عليهم. طيب الان في البايثون في عنا طريقتين نعم. الطريقة الأولى نريد file line by line، الطريقة الثانية read the whole file. تمام، هذه انا متى بستخدمها وهذه متى بستخدمها. هذه اكتب لك الميزات تبعتها انه suitable for very large files. كمان slower، لأن أنا بقرأ سطر بسطر بحتاج عملية IO كل سطر. لكن في المقابل أنا عندي فايل 3 جيجا والرام كلها على بعضها عندي في الجهاز 4 جيجا، مستحيل انه انت تعمل له لود كله في الذاكرة، فبعمل له process line by line، ولكن انه slower. فهي انه هذه ميزة وهذا انه عيب. في المقابل هذه suitable for small files، ممكن نحط معاها medium كمان. وكمان faster.
سريعا. بقدرش اتعامل معها في اللارج فايل، فبصير انا عندي في الذاكره انه يعني فيش كتير، الا اذا كنت بشتغل على ورك ستيشن او الشغلات هذه ما بتهمنيش. انا عندي اصلا 100 جيجا بايت اوف رام، فبالتالي بعمل لود لكل الفايل بيهمنيش، لانه اسرع، لانه انا اتعامل مع الراندوم اكسس ميموري في الاي في 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 في, في, في عمليات الريد والرايت اسرع بكتير ما انه اتعامل مع الديسك اي او. طيب خلينا ناخذ الطريقه الاولى، بس انا محتاج لفايل، فخلينا ناخذ الايريس داتا سيت. Iris dataset حكيت لكم عنها قبل هيك، هي عبارة عن بيانات لزهرة الايريس. هذه الزهرة في لها خصائص، في انا عندي اربع خصائص او اربع attributes اللي هي sepal length، طول السبلة، عرض السبلة، طول البتلة، عرض البتلة. أكيد مرت عليكم هذه الأشياء في مكان ما في المدرسة، تمام؟ السبلة والبتلة والسبيشيز اللي هي نوع الزهرة. الزهرة هذه في لها ثلاث أنواع، الزهرة هاي في لها ثلاث أنواع موجودة. أنا عندي كملف CSV، بياخده أحمله هنا داونلود وأحطه وين؟ حطه في مجلد المشروع. طبعا هي ملف مضغوط، هذا ملف بلين تكست فايل، شايفين كيف شكله؟ أول صف CSV extension. نعم، أول صف عبارة عن أسماء الأعمدة، أيو سيبل لينث، سيبل ويث، بيتال لينث، بيتال ويث، وهنا آخر أتريبيوت اللي هو سبيشيز النوع. فعلى سبيل المثال أنا عندي هاي 5.1، هاي الفاليو الأولى، هذه كوما سيبريتد، هذه 3.5، 1.4، 0.2، هذه ايريس سيتوسا. في عندي منها ثلاث أنواع، سيتوسا وفيرسي كالر وفيرجينيكا. هاي فيرجينيكا، طبعا هاي الأزهار في لها نمط معين، يعني على سبيل المثال شوفوا طول السبلة بين الزهرة هاي والزهرة هاي، أخذنا 150 زهرة وعملنا لها القياسات وسجلناها في الداتا سيت. هذه 5.1، هنا 4.9، حوالين بعض في نمط معين، يعني بقدر أقول إنه السيتوسا إنه في الغالب إنه بتكون تتراوح بين الـ 4.7 أو حتى 6 والـ 5.1 أو 5.2، هنا 3.5، هنا 3 زي هيك. هذه بوينت 2، هذه مشابهة لها بوينت 2، بوينت 2، بوينت 2، بوينت 4، فبالتالي في نمط معين. نيجي في المقابل نشوف فيرسي كلر، ايش النمط تبعه؟ الفيرسي كلر بدخل في منطقة ثانية، 6 طول السبلة تبعته، 6 مش 5.1 و 5.2، تمام؟ وآخر اتريبيوت اللي هو كان البيتال ويث، كان هناك انه بوينت 2، هنا بوينت 1، عفوا كان 1 صحيح، كان 1 صحيح. فبالتالي الازهار هاي في لها نمط معين، فبدنا نتعامل مع الملفات هذه، بدنا نقراه سطر سطر
وبدنا نقرأه كملف واحد مرة واحدة. بس أنا بدي أحط علامات عشان أنا أتعامل معها. العلامات إنه السطر الهيدر بيبدأ بهاش زي هيك عشان أنا أعلمه، عشان أفحص جوا إذا كان السطر هذا هاش زي هيك. وهنا تحت بدي أكتب هنا comment إنه this flower has some problems. بس ملاحظة إنه على هاي الزهرة إنه زي هيك، فحطيتها comment بهذا الشكل إنه بتبدأ بسبيشال كاركتر إنه أنا بقدر أتعامل معه جوا. طيب ناخد الطريقة الأولى، هو read line by line. فطبعا الملف انا حطيته في ملف المشروع، فبالتالي هيو موجود هنا، موجود هنا، هاي بقدر افتحه من هنا مباشرة. ف جوبيتر في عنده الامكانيه انه يتعامل مع السي اس في، فبالتالي انه هيك يعني بالمناسبه ريدبل اكثر، او انه معروف يعني صار واضح اكثر يعني. فهم طولهم تقريبا 150، لانه هنا 151 لانه الصف الاول هو عباره عن الهيدر. تمام. فهنا فايل هاندل بتساوي اوبن اسم الفايل، كان اسمه Iris Capital Case Sensitive .csv. طبعا by default المود read، تمام. هيك انا فتحت الملف، ما قرأتش لسه. لازم تعطي له الفول باث، هذا انه موجود في الملف الحالي او في المسار الحالي اللي موجود فيه الكود. ايش الباك سلاش؟ لا هنا بتبلها السلاش العادي، لا بدك تعملها سكيبنج او تحطها تريبل كوتس، بيمشي الحال. نعم. فبالتالي هنا الباك سلاش سواء كنت بتشتغل على لينكس او ويندوز بيقبلها، البايثون بيقبلها. فبالتالي انت بتريح حالك، لانه انت ممكن تكتب كود بيشتغل على ويندوز وممكن تشغله على بيئه لينكس، فبالتالي انه الباك سلاش اللي هاي هيك، انا فعليا انا بقول له انه الملف موجود في المجلد الحالي. تمام. هي نفس مع انه انا تركتها بدون، فبالتالي هاي التعامل فيها انه كتير انه بالبايثون انه ستاندرد، فبالتالي انه بتشتغل على الويندوز وعلى لينكس. هيك انا فتحت الملف، كيف بدي الف عليه سطر سطر؟ for line in file handle print line. ايش بتلاحظ؟ انه هاي السطر الاول قرأ لي اياه، في انا عندي فراغ هنا، السطر الثاني قرأ لي اياه، وهكذا. السبب في ذلك انه السطر في سلاش ان، سلاش ان موجود انت عندك هنا في الكنترول كاركترز بمحرر متقدم، ممكن انه انت تشوفه، ممكن انه انت تشوفه. فبالتالي انت عندك هنا سي ار الاف كارج ريتيرن لاين فيد سلاش ان، فهاي بدنا نتخلص منها في البدايه. فبنحط دوت strip، strip من الشمال واليمين، لأنه برضو أنت عندك من
البداية السطر ممكن يكون فيه سبيس زيادة أو شغلة زي هيك، فبروح بقص كل الوايت سبيس من الشمال أو اليمين. أو ممكن إنه تكون very specific وتقول له إنه R strip من جهة اليمين، الأفضل إنه strip. فشوف كيف شكله صار، زال المسافات الزيادة، لأنه أنا أصلاً البرينت بتطبع لي بسطر جديد وفيه سطر أصلاً slash n فبنزل سطرين. الآن إحنا عملنا strip فعندي line بدون slash n، فبالتالي طبع لي كل واحدة في سطر لحال بهذا الشكل. وهي السطر هذا اللي فيه comment. هذا الأسطر ممكن إن أنا أستثنيها، فبروح بحط هنا شرط F dot starts with الهاش continue. إذا ببدأ بهذا أعمل skip لهذا اللاين، هذا البيان هذا اللاين مش من البيانات تبعتي. طبعا هنا هاي الشغلة تخلي بالك منها، انه انت ممكن تكون بتركزش على الافيشنسي في البداية، انه انت بدك يكون الكود تبعك شغال، بس فعليا انت بتتعامل مع millions of lines. وعملية هذه انا سويتها مرتين، فيش داعي انه انا اضلني اسويها كل سطر انا بحتاجه. فبروح بعمل clean line بتساوي line dot strip. هذا الاشي فعليا بتحتاجه في الداتا ساينس، ممكن انه انت توفر في البرودكشن سيستم، توفر انا عندي البروسيس كلها، انه انت بتقول انه انت بتوفر ثواني، بس ثواني اضربها في ملايين الاكزامبلز او الانستانسز، ساعتها بتصير انه انت بتوفر وقت كبير. فهنا بصير بستخدم نفس الشيء، بس انا بحب الكونتينيو، انه احنا استخدمنا البريك كتير، خلينا نعطي فرصه للكونتينيو. كونتينيو سكيب ذس لاين ريدابل، تمام. فبالتالي انه راح شال لي الهيدر وشال لي السطر اللي تحت اللي فيه كومنت. كيف بسرعه عشان افهم، بدي افهم صح. طب السطر تحتيها لو عملت امبيدنتيشن واحد بلوك يعني اوبلاينز الكونتينيو ولا بس سطر؟ لا لا لا، عدة اسطر، عدة اسطر. ايش يعني بلوك اوف لاين؟ فين عندي سطر واحد ستة، لو كان في عندي اكثر من سطر برضه يعني نفس الاشي، تتجاوزهم. هي فعليا مش بتتجاوزهم، هي فعليا كونتينيو بتروح على سطر اثنين، فبالتالي هي بتطلعش تحت كم في سطر، سطر واحد ولا عشر اسطر، بتطلع انه لا بدي اعمل جمب للاين 2. طيب، فبعد ما شفنا شكله خلاص اطمنا انه الامور تمام، فايش بدي اسوي؟ بدي اروح افصل البيانات على سبيل المثال. فبحكي انه data بتساوي clean line dot split comma، مش هي comma separated؟ وهنا print data. فهنا اتعامل معها as a list، وعشان زي ما احنا نتعود هنا في السايكت او في التنسور فلو انه الانبوت دائما برمز له بالرمز x، تمام، والتارجت برمز له بالواي، فبروح بعمل انه الاكس كابيتال، هذا
نوتيشن انا عندي في السايكيت كتير مهم، لازم الكابيتاليزيشن في دلاله انه عباره عن عده اتريبيوتس. فالاكس كابيتال ايش بتساوي؟ بتساوي الداتا من الاول لغايه القبل الاخير. نعم بس هنا في السلايسنج الاندكس الاخير انكلودد، فبالتالي هنا ماينس واحد صحيح، فبالتالي حياخد هدول. والواي سمول بتساوي اخر عنصر، كيف بدي اجيب اخر عنصر؟ فهنا نعمل له برنت للاكس والواي. هذه في متغير لحال وهذا في متغير لحال وهو المطلوب. وبعدين هاي مرة ثانية بتنسي الكابيتال، انه في دلالة انه هذا عبارة عن كذا اتريبيوت، اما الواي عبارة عن اتريبيوت واحد، فبالتالي كابيتال انه في دلالة انه اكثر من اتريبيوت، والسمول اتريبيوت واحد، فعشان هيك دائما بحط الاكس كابيتال والواي سمول. هذا الكلام متفق عليه بين الداتا ساينتست اللي انت حتكون منهم، فبالتالي اول ما بتشوف اكس كابيتال خلاص تعرف انه هذه البيانات تبعتك وهي عباره عن عده اتريبيوتس. عده اتريبيوتس، فاهم انا شو بقصد بالكلام هذا؟ عده اتريبيوتس اللي هي السيبا لينث، سيبا ويذ، بيتا لينث، بيتا ويذ، اربع اتريبيوتس. في ضايل شغله كمان، هدول ايش مالهم؟ شايفين الكوتس؟ سترينج، نحولهم كيف؟ سطر واحد float n for n in صح؟ لا هيك تمام. For an in len لا لا هذه بدون len، بدون len لأنه احنا بنستخدم iteration. بس لو len هنا جبنا مجموع بس راحت الكوتس. نعم راحت الكوتس. كيف؟ بالباندا. بس انا الفكره هنا انه نعمل هاندل فايل لاين باي لاين، وانه كتمهيد للتعامل مع البيانات. هذه الشغله كلها في ستيب واحده، فروم سي اس في، ريد سي اس في، ريد اندرسكور سي اس في في الباندا. خلاص هو بحدد الديليمتر لوحده وهو اللي بحدد هاي الاشي لوحده، بس هنا كتعامل مع الفايلز انه انا في عندي شغله انه انا عملت سكيب لهاي وانه انا عملت. فهاي بالمناسبه بدي اضيف لك شرط هنا انه برضه تحطه في لاين واحد، فبالتالي بتقول انه اف انه الفلوت الان مثلا اكبر من بوينت 3، فبالتالي 4 بهذا الشكل، وهي الاف هنا بتحطه في الاخر، فبالتالي هنا بروح بستثني اي شغله اقل من 0.3. بتلاحظ انه هذه فيها فقط 3 عناصر، هنا فيها 4 عناصر، بس مجرد انا بدي اورجي لك الاف انت كيف تحطها برضه في لاين واحد. فيفترض هاي بدي اخلي لك اياها ككومنت
وهنا رجع لك إياها بدون بهذا الشكل. طبعا زي ما عملنا open يفترض ان احنا نعمل close. كيف؟ ترجع true او false. نعم. inline function بدك تعملها بنظام اللامدا. اللامدا اللامدا زي كأنه انت بتعرف anonymous function او انه function انه inline، يعني بتكون زي هيك. يعني او ممكن تيجي هنا، فهذه خليني اعمل لك اياها ككومنت. وهنا انت بتقول له انه لامدا اكس، تمام، وبتقول له انه الفلوت هي بتاخذ اكس وبترجع. خليها ناخذها لوحدها. نعم. طيب هنا نتعود دائما زي ما فتحنا الملف انه احنا نرجع نسكره تاني. لو ما سكرتوش زي الجاربج كوليكتور في البايثون هو لوحده بيسكر الفايل، لكن امن انه انت تسكر الفايل عشان لو صار في عندك كراش او اي شغله انه ما يصيرش في عندي كوربشن للبيانات. في ممكن اسوي هاي الشغله بنظام السكوب، فهذا الكلام كله بدي اكرره زي هيك هنا. خلي نعمل اوبتمايز للكود بشكل افضل، انه بدل ما احنا نطبع كل البيانات هذه هيك، فهنا ممكن قبل انه انا اعرف انه الاكس عباره عن empty list، والواي برضو كذلك عبارة عن empty list. فبالتالي هنا ليش empty string؟ empty list، والlist بتحط فيها string. وهنا بتصير dot append، فبعمل أبند فيها لليست اوف ليست. وهنا بصير بطبع سامبل، فبحكي انه الاكس عشرة والواي بس عشرة منها. هنا list of lists بهذا الشكل، 10 عناصر، وهنا برضو 10 عناصر. بدل ما يكون انا عندي الاوتبوت طويل، فهذا بدي اخده زي هيك، وهنا بدي اكرره. وبدنا نستخدم بالنظام الثاني اللي هو السكوب، اللي اكيد حيمر عليك في البايثون، لازم انت تكون فاميليار معه. فهنا احنا بنتعامل بسكوب، بتعرف في سكوب بشكل امبليسيت، بتقول له هنا with open as file reader، تمام، وهذا كله بيكون تابع للسكوب. هاي الجملة لا احنا ما اخذناهاش. هنا قبل السكوب هذه أبند أبند، وهنا في هذه الحالة ما فيش داعي انه انت تعمل كلوز للفايل، فبالتالي انه السكوب
تبع هذا الملف البايثون لوحده بروح بعد ما يخلص هذا السكوب بروح بغلق الفايل. الفكرة في هذا الموضوع لو انه انت بتتعامل مع عدة ملفات وبدك تعرف كل الاشياء هذه ضمن سكوب للملف هذا كله عشان ما يصيرش في عندك سكوبينج كونفليكتس ان صح التعبير بين الاوتر سكوب والانر سكوب جوا، فبتروح بتعرفه في سكوب لوحده. فبالتالي هنا لو كانت في عندي شغلات معينة بتكون local variables وبيتم عمل دي allocation لإلها بعد ما نخلص هذا. لا البرنت هذه لهدول الشغلات، وهدول الشغلات برا السكوب خلاص. تمام. في ايش؟ اوكي as file reader. اوكي file handle. نفس الشيء. تمام. فهنا with انعكست الامور، بدل ما انت بتقول انه الفايل هاندل بتساوي open صارت with open as file handle وخلص صار في scope. هاي طريقة التعامل line by line. نيجي نسوي هذا الكلام ولكن باستخدام انه احنا نقرأ الملف كله. فهنا read the whole file. فبيصير هنا طبعا هذا الكلام لو عملت له omit ما فيش مشكلة لأنه by default المود read. تمام. هنا dot read بدي أفصلهم dot split slash n، أو ممكن تعمل تستدعي ميثود اسمها split lines. split lines فهنا شوف جزء من الأسطرز 3 أو 4 عبارة عن list of strings. ساعتها بصير بلف على هاي وبعمل نفس اللي أنا عملته هنا، إنه إذا كان اللاين بيبدأ بستار بيبدأ بسلم أعمل continue وأعمل clean حوله لفلوت وكل هذا الكلام. تمام. فبالتالي هنا read قرأت كل الملف في الذاكرة خلاص أنا بتعامل. فبالتالي هنا الناتج عبارة عن list موجودة في الذاكرة. تمام. أما الفايل رايت أنه على سبيل المثال لو إجينا فصلنا هذا الكلام اللاينز هذه فصلنا هدول لوحدهم وهذا لوحده، ف ممكن أنه إحنا نعرف فايل اللي هو فايل رايتر بتساوي open بدنا نسميه x iris.csv والمود رايت طبعا هنا حناخد حنلف على lines for line in lines نعمل clean line بتساوي line.strip والdata بتساوي خلينا نعملها في خطوة واحدة انه float n
for n in clean line من الأول لغاية قبل الأخير. أو عفوا هاي الخطوة إحنا أصلا ما دام إحنا حنكتبه كسترينج فيش داعي إنه إحنا نعم ف ف ف هي عبارة عن الكلين لاين من الأول لغاية الأخير dot split comma هنا print شوف كيف شكلها. فأنا موجود أنا عندي كليست بهذا الشكل list of string. فعشان هيك في الكتابة إيش بدي أروح أسوي الفايل رايتر dot write. هنا ساعتها بنستخدم الجوين بالضبط. اكتب لي اياهم انه مفصوله بيناتهم. خلينا نعملها سيمي كولن دوت جوين داتا زائد سلاش ان. في هذا الملف هو الـ X iris معقول؟ لا خلص. والملف فاضي 0 بايت في مشكلة. فاضي. فالمشكلة وين؟ بده ايش؟ لا لا عادي بنفتحه ما دام اصلا انشاه معنى ذلك انه فيش مشكله. line in lines clean line لازم شو؟ مش ضروري خليني اطبع هذه اشوف كيف شكلها. وهنا اكتب اي string هيك كتب كله هلو كتب كله هلو. فيفترض انه يشتغل مش عارف شو ماله. كيف؟ وين؟ غير
لا append بيكون المود W A عفوا هو الظاهر مشكلة بفر أو شغلة زي هيك يعني لأنه لو الكود هذا إحنا شغلناه هنا بس عشان نتأكد print نعم هيك تمام بس كتب كل الأسطر زي هيك طبعا الأبند الفكرة تبعته إنه بضيف في آخر الملف بضيف في آخر الملف الرايت هذا الملف لو كان موجود بعمل أوفر رايت الأبند الملف مش موجود بنشئه موجود بفتحه وبضيف في الآخر تمام باقي الشغلات إنه نفس الشيء هاي بخصوص الفايلز أسيبكم تعملوا تمرين ولا ندخل في الكلاسز طيب احنا اخذنا قبل الفايلز اخذنا السترينج اوكي ممكن انه انت تتعامل مع الايريس داتا سيت انه انت تلعب فيها زي ما انت بدك انه انت تشوف تعرضها بهذا الشكل هي معك 10 دقائق انه الايريس داتا سيت ممكن انه انت تحملها من الانترنت تحطها في المجلد المشروع وانه تحاول انه انت تتعامل معها بالطريقه اللي نفس الطريقه هذه شغله مشابهه يعني طيب احنا في الفايلز بدي بس انوه لنقطة ناخذنا الريد والرايت والابند انت لو دورت هنا على ايش الاوضاع اللي موجودة عندك فينا عندي سواء كان ريد او رايت او ابند في عندك ممكن انه انت تضيف هنا مثلا على سبيل المثال في هذه القائمة بشرح لك انه البلس عادة بيورجي بيرجعك لبداية الملف بعد ما انه هو يكتب في انا عندي ال W في عندي البي البي انه هي للباينري اي في الاكسس مود انا عندي ار لوحدها ريد هنا ريد ار بي ريد باينري ار بلس تفتح الملف وبعديها بترجع البوينتر لبدايه الملف ار بي بلس دبليو دبليو بي تمام فبالتالي لو بدي اتعامل مع ملفات انه انا اكتب بايتس اوبجكتس يعني انه ممكن اتعامل مع البي وهي شغله احنا حناخدها في لما احنا نخلص بناء المودلز وانه احنا شفنا انه هذا البيست موديل لازم احفظه على الديسك عشان ليتر اعمله لود واستخدمه في البريدكشن عادة هاي الشغله انه بنستخدمها بباكج اسمها بيكل هي عبارة عن Object Serialization Library تمام فإنه أنا أكتب على مكتبة أكتب على Binary File الأوبجكت هذا اللي هو الموديل تبعي هذه بنسميها Bickling إنه أنت تعمل له Load بنسميها Debickling فالتعامل معها سهل جدا تتعامل مع فورمات مختلفة
dump بروح بكتبه على file, load بروح بحمله من file. بس هدول المكتبتين حنرجع لهم ان شاء الله بعد ما نبني المودلز ونشوف كيف نحن نتعامل معه. فملخص الموضوع هنا انه الاكسس مود انا في عندي اكثر من اكسس مود, read write append. في كل مود ممكن اتعامل مع الملفات as a plain text او كباينري files. تمام, لو حطيت هاي الاشاره البي. هذا بخصوص الفايلز في البايثون. خلينا نرجع لموضوع اللامدا. في عندي شغله كثير مهمه في البايثون اللي هي اللامدا والماب. اللامدا كذلك انه اللامدا والماب موجوده في عده لغات برمجه حتى الجافا انه موجوده فيها هاي الاشياء. ايش السنتاكس تبعها لللامدا؟ انه بعرف بكتب لامدا كيورد الارجمنتس نقطتين expression, بستخدمها لكتابة الدالة بشكل سريع بدل ما اعمل def add. يعني هاي الدالة add بتساوي لامدا تاخد x و y كarguments وبترجع لي x زائد y بهذا الشكل. هذا الكلام طبعا مطابق تماما لهذا, انه انا اعرف def add 2, خليني اسميها عشان ما يصيرش في عندي لخبطة في الاسماء, تاخد x و y وبتعمل return ل x زائد y تماما نفس الشيء. تمام, بستخدمها انه في انه انا بدي استخدم anonymous function او انه انا بديش اكتب دالة يعني بشكل سريع, انه انا بحتاجها بشكل سريع. فممكن انه انا بدي اجري عمليات فلترة على الليست, فممكن انه انا استخدمها بتفيدني. هجيت حنستخدمها سوا مع الماب, مع الماب حنشوف كيف ايش الفايدة تبعتها. نعم, انت بتدي لها اسم, هذا مش فاريبل. انت بتعمل نيم, النيم انه اسم لدالة. ايش هو الاسم؟ هو عبارة عن لامدا اكسبريشن بياخد كيف؟ لا ما ينفعش, ما هي اسمها, هاي اسمها, لكن بدك تعطي اسم هنا لللامدا. انا اديتها اسم هنا, كان يعني الشائع انه انا ما اعطيهاش اسم. انا اديت لها اسم هنا عشان انه لما استديها اقول لك 2 و4 تشوف الناتج 6 فقط لا اكثر ولا اقل. الان حنشوف في الماب تحت لما نشوف السنتاكس تبعت الماب حنشوف كيف انه احنا حنعمل لامدا بدون اسم. وهو هذا الاستخدام الشائع, انه انا مستعجل, في عندي اكسبريشن صغير ما فيش داعي انه انا اكتبه في داله, فبروح بحطه كلامدا اكسبريشن. هاي الفائده تبعته. ف اللامدا اكسبريشن هذا اعطيت له اسم اسمه اد بتساوي لامدا, بياخد arguments x و y وبرجع هاي الاكسبريشن x زائد y, فهو تماما زي هذا. الان لو استدعينا add اللي احنا عملنا لها assign هنا اسم الداله او اسم اللامدا اكسبريشن, اديت له 2 و4 بديني 6. نيجي الان نشوف الماب. الماب بتوفر علي بشكل كبير انه بدل ما انا اكتب المواضيع في for, هو لحاله بروح باخذها جوا وبيطبق عليها الفور. يعني على سبيل المثال افترض ان انا في عندي دالة اسمها multiply by 2, بديها number والنمبر هذه بتضرب لي اياه في 2, وانا محتاج اطبق هذا الكلام على list. فبدل ما تقول for number in list ال number of i مثلا, لو for i in range list ال number of i او list of i بتساوي تضرب في 2 وبتعمل بتخزن assign. ف for loop انه انت حطيتها مطوله شويه. فعندك built in function في البايثون اسمها map. فعليا انت ايش البيسك سينتاكس تبعها؟ انه انت بتديها اسم داله function وبتديها هنا iterable, اي شغله فيها elements بقدر انه انا الف عليها, سواء كان dictionary, list, tuple, اي حاجه بقدر انه انا الف عليها استخدم معاها الاتريشن فاريبل. فهو فعليا ايش راح يسوي؟
في الماب هنا جوا، راح يلف على كل عنصر من هذول العناصر واحد وينادي هذه الدالة باستخدام هذا الباراميتر، تمام، ويرجع لي النتيجة. ممكن ان انت تاثر على يعني ليست اوف ليست، بغض النظر الفكره انه هنا يكون شغله بتقدر تعمل عليها اتريشن. فالان هنا راح يستدعي ملتيبلاي باي 2 مع الواحد مع الاثنين مع الثلاثه والاربعه، والنتيجه حيرجع لي اياها كليست. فعليا النتيجه بيرجع لي اياها كماب اوبجكت، هاي الادرس تبعه، تمام. بدك تشوف النتيجه، هيو بحولها لليست بشوف النتيجه زيك. هل لقيت هذا الماب النتيجه تبعتها؟ انت ممكن تلف عليها فور اتيرابل، ممكن تستخدم معها اتيريشن فاريبل. فهنا واحد احنا بايش بنضرب باثنين، واحد واثنين اثنين، اثنين واثنين اربعة، ثلاثة واثنين ستة، اربعة واثنين ثمانية. طيب شايف اللفة هذه كلها؟ عرفت دالة واستخدمتها مع الماب، ليش ما نستخدم لامدا؟ بكتب اللامدا اكسبريشن هنا، مفيش داعي انه انت تدي له اسم. فبصير الفكره انه ماب هي الليست، ايش بدك تعمل في الليست؟ عباره عن لامدا اكسبريشن، تاخذ اكس كباراميتر والاكسبريشن اكس ضرب 2، نفس هاي بالضبط، بس هنا انونيموس ما اديت لهاش اسم، مش محتاج اني ادي لها اسم لانه الاكسبريشن استخدمته في المكان هذا فقط. هاي بتلاقيها مستخدمة كتير في الباندا. لو انا بدي اجي اطبق فلتر على البيانات، بدي استخدم اكسبريشن معين في الفلتر، فبروح بدل ما انا اكتبه في الدالة بروح بعرفه لامدا اكسبريشن جوات الكود تبع الفلتر. هاي مر علينا، تمام. فلو شفت الار هنا كأوبجكت وهنا كليست نفس النتيجة، تمام. الماب واللامدا كتير مستخدمة في الداتا ساينس في البايثون، لانه انت شغلك هذا انه انت تعمل فيتشر انجينيرنج وتعمل فلتر على البيانات، فبالتالي نحتاج هدول كتير بشكل متكرر، فضروري جدا انه انت تكون فاهمهم وعارفهم. في حدا عنده سؤال فيهم؟ بدنا امثله اكثر مع انه ايش؟ أكثر من statement. حقيقة أنا ممكن أكتب multi line، مش عارف إذا هذا كان بزبط أو لا. العادة إنه الإكسبريشن تبعك بيكون إنه هو بسيط، إنه أنا بنادي فيه شغلة زي هيك، فممكن إنه أعمل هنا x plus equal واحد بعد ما جمعناها مع الواي، او هذه المفروض انه هي تكون قبل لانه هي اصلا بترجع، فبعمل بزود على الاكس بواحد وبعدين بجمع مع الواي. فلا بدون نقطتين بدون السيمي كولن، كيف هيك؟ بزبطش، هذا ستيتمنت فيها غلط. لا لا مش حطلع تو ليست، هذه انه فانكشن، الفانكشن انه لو بدي اياها ترجع تو ليست ممكن اقول انه زي هيك، انه هاي يعني انه كتب انه هاي العنصر الاول وترجع لي الاكس مثلا، هيك بيمشي الحال. بس انه اكثر من عمليه انه لا، بدك تكتبها في اكسبريشن واحد في ستيتمنت واحده. خليني اطلع التابل، هاي تابل بيقبل عادي، وهاي حيجيب لي ناتج الاكس زائد الواي بالاضافه للاكس. نوت كولابل اوبجكت تابل نوت كولابل، لا بزبطش. نعم زي السي شارب اقواس، كيف معقول زي
جوست اللي هو الجوست تبع الديكشنري. هنا جاب لي حاصل لا بس الترتيب هيك مش مزبوط. هو يعني جاب لي حاصل الجمع 6 مزبوط، ولكن حاصل الطرح انا حطيت هذا الاكسبريشن اول. فما تفسير ذلك؟ طلع 6 وماينس 2. يمكن انت حاطط هنا الجمع وهنا الطرح، الجمع في الاول. كيف؟ بغض النظر مفروض انه ماينس 2 تطلع هنا والستة تطلع هنا، هاي اللي انا بقصده. الست ممكن انه تكون هي مش فيش فيها اوردر، هذه بالمناسبة مرجع لي اياها كست. نعم هذه ست. ممكن لو كانت انه زي هيك بيرجع كالست عادي، وراح يرجع لي اياها بالترتيب يفترض هيك صح. اما الست هو لحاله بي بي بيحط بترتيب، يعني بحط بترتيب. اما الليست بتحط زي ما انت حطيت فيه في العناصر انه زي هيك، لكن تابل ما جبلوش. يعني هنا التابل هاي ومش الحل. ترجيع اكثر من قيمه هذا في شيء فيه مشكله، لكن انه انت تكتب اكثر من اكسبريشن تقدر تقول انه هيك انه اكثر من اكسبريشن يعني فعليا. بس انت اللي بتقصده انه يكون اكثر من اكسبريشن متتاليه، يعني انه يعني مثلا اكس زائد واي وبعديها هذا بدي اخذ له الجذر التربيعي، هذه فيها مشكله. لا تمام. هاي خليها زي هيك، سميها اد 3، وهنا قبليها بدي اكون جوا ماب اكثر من اكسبريشن. هنا ثواني بس، جوات الماب اكثر من اكسبريشن. كيف؟ سيمي كولن. هو بالمناسبه انه سيمي كولن يا جماعه انا بكتب هنا برنت هلو. اذا بديش انزل سطر جديد يعني ممكن انا اسوي اكتبه هذا كله في سطر واحد، اعرف اكس بتساوي 10 وبعدين بدي اعمل برنت للاكس. فسيمي كولن هنا بتمكنني اني اكتب مالتيبل ستيتمنتس في لاين واحد في البايثون. فعشان هيك انا بحكي لكم انه السيمي كولن والسيمي كولن ما مش الحل. مثال ثاني غير الجمع والضرب، انه على سبيل المثال انه انا في عندي عمود في ميسنج فاليو وبدي استبدل القيمه في هذا العمود، فبروح بعمل الكود تبع الاستبدال انه بدي استبدله بالمتوسط يعني مثلا. فهي مثال غير الجمع والطرح حتمر علينا في الباندا، بس انه هي الفكره العامه تبعتها. نعم طيب، هاي بخصوص اللمدا والماب عاده انه بيتم استخدامهم سوا.
وبيلزمونا بشكل كبير. المفروض بان اوتبوت ان هو نوع واحد مش شرط يعني ممكن ليست ممكن يكون اي حاجه هو نوع واحد. بالظبط. ايش يعني النوع واحد؟ عشان يعني ممكن تابل تابل في مدتين او اكثر لكن مش هينفع تابل ومتغير جنبها. لا لا لأنه هو أنت فعليا بتقدر تلف عليه هو إتيرابل تمام. بس أنا عشان أورجي لك إياه يعني إنه تشوفه زي هيك إنه هو فعليا عبارة عن ماب أوبجكت وعشان تشوف النتيجة اللي طلعت بس تعملها كاستنج لليست أو يعني فزتها لست أو بتحطها. لا بدك تعملها في فور. جربتها؟ يعني إحنا لو عملنا زي هيك خلاص بيمشي الحال. شوفك ترددت حطها في ليست. نعم صحيح. بس الفكرة في الموضوع انه اتيرابل انه انت ممكن تلف عليه فانت اذا لفيت عليه فخلص انه انت بتقدر تستخرج العناصر الموجودة فيه. في البايثون انت عندك التايب يعني يعني هنا لو رحنا لفينا for element in R print E R dot items أعتقد كم ما في ال documentation إيش ال objects اللي موجودة فيه. هو في حد ذاته في شيء إله function في ال iteration. هنا هاي الدوكيومنتيشن ستارت ماب في نيكست في نيكست كيف؟ ولو انت لفيت كمان مرة تقدر انه انت تجيب ميموري فيو منه ماكس يعني هنا r.next لا هذا 3.7 هاي documentation 3.7 sorted iterable key function. ما هو شوف انه انت عاده هذه الداله اللي انت استخدمتها معها واضح جدا يعني انت اديته ليست يفترض انه ترجع لك ليست التايب تبعها بتكون نفس هاي بالضبط
فبالتالي خلاص آمن جدا إن أنت تعمل زي هيك وتلف عليه. فهذا الكلام تعمل ريفيرس للإيش؟ مش عارف كيف، مش عارف بس الآن هي خلي بالك هي عبارة عن ماب، function iterable. ستار ماب. هو يعني انا يعني زي ما حكيت لك قراءتي للموضوع انه راح تكون نفس التايب هذه، فبالتالي بتعمل كاست عادي وبتلف عليها. لكن اذا انت بدك انه انت تتعامل معها جوا كلاسز وتشوف التايب تبعه، فبالتالي هنا افترض انه انت مررت هنا list of objects، تمام؟ فبالتالي انه حتكون الترجع تبعها نفس التايب بالضبط زي هيك. يعني بمعنى اخر هنا انت هذا عبارة عن list وهنا عبارة عن integers، يعني ممكن يكون الاول integer، ممكن يكون الثاني float، ممكن يكون double. فالفكرة انت كيف بدك تلف عليه انه زي هيك، وما دام انت قدرت تلف عليه فبالتالي بتقدر تعرف التايب تبع كل واحدة. فبالتالي هنا for element in type print type للإي، تشغيل مرة ثانية. طيب list عندي، لأنه الكاست بيصير أنا عندي مرة واحدة، عشان هيك إنه الأحسن إنه أنت تحفظه في variable. وهنا بنصير بنلف على هذا الـ variable كله class int. فبالتالي لو استدعينا الـ lambda expression هذا كمان مرة وديته هنا type مختلف 3.5 أو 3.4 نفس الفكرة، استدعينا هذه اللوب فبيطلع لي types. يعني حتى كان جوا لو عندك lists، يعني هي الفكرة انه مررت list بترجع list، ايش في جواتها بتقدر تعرف بالtype. صحيح. نعم. هذه شغله مهمه، وانت لو رجعت هنا للدوكيومنتيشن هاي بدك تحط عليها تحتيها خطوط كثيره، لانه بقول لك هنا many arguments and apply to the item from all iterable in parallel. هنا في باراليزم هذا فيش فيه ديبندنسي بين البيانات، وين ما انت في عندك independency في البيانات معنى ذلك انه انت تقدر تعمل parallelization بشكل آمن. ايش معنى هذا الكلام؟ ارجع للليستة هنا، هجيت هاي ايش العملية اللي فيها؟ ضرب 2، وهذا العنصر ضرب 2، هذا العمليات هذه مستقلة عن بعض، فبالتالي انه
انت عندك على سبيل المثال 8 كورز، معنى ذلك بتقدر تعمل 8 عناصر من الليست في ستيب واحده ان باراليل. تمام، بدل اللوجو في نفس السطر اللي انت كاتبه هنا. استخدم فانكشن. هاي زي المثال الاول. ايوه ملتبلاي باي 2، بتحط بس اسم الداله. بدون اقواس. اكثر من فاريبل. يعني مثلا التقدر والاكس رقم اكتب ولا بدك تحدد هنا في برامي، في هنا خيار اسمه اتيرابل من والماكس ميموري فيو من ماكس. في انه انت تحدد انه الباراميتر بتساوي كذا، انه كي بتساوي كذا. مش في هاي، اورجي لك وين استخدمتها انا قبل هيك. ف حقت هاي بتعرفها كبروسيس انه اجي اشي شبيه في هذا الاشي. برضو في ماب بارلل انه اوبجكت بتحدد التارجت، هذه عبارة عن اسم دالة. تمام، وبتقول له هنا الارجز هي عبارة عن باراميتر لهي الدالة. في اشي مشابه، يعني مشابه بس في الماب هاي تحديدا اعتقد انه ما بتقدرش حسب الدوكيومنتيشن. لا بس بتدي له انه هاي الفورمات، بقول لك هنا انه بتدي له اتيرابل، يعني فانكشن اتيرابل. وهيو حاطط لك هنا مثال انه اتيرابل واحد اتيرابل اثنين بهذا الشكل. لا بتقدرش تدي اكثر من فاريبل، لكن بدك انه تسوي شغله ان باراليل. في عندك الماب، في ماب اوبجكت ثاني، او انه انت بتقدر تعرف بروسيس هنا زي ما هو موضح في المثال هذا. هنا وين كنا؟ هنا انه هاي عباره عن بروسيس بتعرفها بتشتغل ان باراليل، وبتدي له التارجت اللي هو اسم الداله، وهنا بتدي له الارجمنتس لهي الداله. ماشي اوكي. طيب هاي بخصوص اللامدا. نروح باتجاه الريجولار اكسبريشن وبعديها نروح على الكلاسز. تفضل. كيف ديكشنري انه الكي بده يكون عباره عن لامدا؟ الكيز ما بتعدلش الا تعمل له دروب وتضيفه من اول جديد، اما على الفاليوز بيمشي الحال. لا ما هو انت تقدر تعمل iteration على الديكشنري باستخدام دوت ايتمز. جبت ال v فبتعمل ابديت باستخدام اللامدا. سطر واحد ممكن، في سطر واحد يعني. خلينا نبحث
خليني على يعني ان شاء الله يزبط مع المثال. خليني اقول لك انه دي بتساوي، انا عندي الكي 1 والفاليو 0 والكي 2 والفاليو 0 كله مصفر، 3 والفاليو 0. هكيت احنا ايش بدنا؟ بدنا انه الديكشنري هذا انه الفاليو تكون هي عبارة عن مربع الكي. انا كلهم مصفرهم الان، فبدي الفاليو تكون مربع الكي. فممكن احكي انه او هذا ممكن نحن نعمل تعريفه زي هيك، هذا دي واحد واقول هنا I lambda I double I for I in range 5. يبقى هذا الكي وهي الفاليو عبارة عن لامدا اكسبريشن الاي في الاي، واحنا عملنا عليه هنا اتريشن، هاي دي 2. هاي نشوف كيف شكله. شيك أحسن بدون لامدا، لأنه بلامدا شايف كيف؟ معقول؟ قول لي السينتاكس كيف. طب ماشي، هاي هذه هيك، بدناش الكي، بدنا الفاليو، هايو زي هيك، هايو زي هيك، صح؟ مش هيك السينتاكس؟ ليش اي؟ لانه يعني هذا لو احنا حطينا زي هيك هيك بيمشي الحال. تمام. هذه معناته انه ما احنا حكينا له هنا انه اللامدا اي رجع لي الاي، فقلت هذه بين قوسين شو معناته كمان مرة؟ يعني هذا عبارة عن لامدا اوبجكت، فانت بدك تحوله لاي
كنمبر. اوكي. طب لو احنا عملنا زي هيك، بزبطش؟ جربت؟ لا. ما انا بحكي لك انه السنتاكس هذا مش اسهل. للادرس هذه معناتها انه انت بترجع تعمل كاست للادرس. صحيح. انه جاب الفاليو من الادرس. انت بتقول كانه ولا متاكد؟ ما احنا شفناها قبل هيك. استنتاج. انا مش قادر اقول لك انه يعني انا مش فيش عندي مكان معين في الدوكيومنتيشن اقول لك انه اللمضة انه هذا عبارة عن كاست او مش عارف. ماشي. انا معاك انه هنا انت لو حطيت العملية، بس هذه العملية انا سؤالي كان عن انه ايش هي بالضبط. هل هي كاستنج؟ بياخد الفاليو اللي في الراجعة بيحطها في الاي. هنا بدل ما كانت لامدا اوبجكت صارت انه الاي العادية اللي هي شوية معقدة في التفسير. طب اوكي، خليني ببحث فيها هاي وبنشوف كيف. طيب هذه بتضلها انه سهلة وبيوتفل اكثر يعني. خلينا ننتقل على regular expressions. نعمل واحد جديد او ممكن نعمل رينيم من هنا. اخر رقم عندي كيف؟ حد بكفي بتكفي. متأكد 9 تقريبا؟ انت دائما بتحط لحالك خط رجعة. 10 ريج اكس. خلينا نخلص الريج اكس ونختم بالكلاس خلاص. طيب طبعا طبيعة الحال اكيد تعاملتم من قريب او بعيد مع regular expressions لانه هي في حد ذاتها عبارة عن لغة منفصلة. لغة منفصلة، والحلو في الموضوع انه انت ممكن تستخدمها مع اي لغة برمجة، سواء كان PHP، سي شارب، جافا، بايثون. فهاي اللغة ايش الباورفل فيها انه لو تعلمتوها انه هي كلغة كوحدة ممكن تستخدمها مع اي لغة برمجة تانية انت بتحتاجها. ايش فكرة التعابير النظامية او regular expressions؟
انه بدي اعمل find the string باستخدام pattern معين. الطرق التقليدية في السيرش في السترينج ما بتفيدنيش، مش بتفيدنيش، ممكن انا ابحث بس بيكون بصعوبة اكتر من regular expression. regular expression اسهل. كيف بدك تستخدمها؟ بنعمل import ل re، في عندي دالتين، في عندي دالة الفايند، دالة السيرش عفوا، will find all functions. دالة السيرش يعني على سبيل المثال ممكن أنا أبحث hello my name is أحمد and I love Python. فبدنا ندور على حرف معين، ممكن نحكي s.search، بحط الحرف عفوا re.search، بحط الحرف مثلا بدي حرف ال O، هل هو موجود في الاس ولا لا؟ فبترجع لي match object انه هو عبارة عن span 4-5، هو عبارة عن index، هو يعني النتيجة تبعتي بتبدأ عند الindex 4 وبتنتهي عند الindex 5، عبارة عن حرف واحد، تمام، وهذا هو الماتش تبعي. تمام؟ كيف؟ أول واحد الـ first match، عشان هيك في عندي دالة تانية اسمها find all. فهنا النتيجة انه بترجع span object، عفوا بترجع match object. هذا الماتش اوبجكت ممكن انا استخدمه، الفكره في الموضوع هنا انه ممكن استخدمه في الكونديشن تبعتي. فبحكي انه if then print found. نعم، هي مش ترو او فولس، ممكن تستخدمها كترو او فولس، لانه خليني هنا ندور على حرف مش موجود اللي هو حرف ال حرف ايش مثلا؟ حرف الزد. ف نن، وعشان تشوف النتيجة هي بدي احط لك اياها في جملة print عشان هيك انه يعني بينفع انه انت تستخدمها في الاف. فإذا كان فيش نتيجة فبيكون نن يعني فولس، غير هيك بيكون في ماتش. من خلال الماتش اوبجكت هذا انه بتروح بتجيب هذا الاتريبيوت 4 و5. طيب حاجات هنا ممكن ندور زي ما حكينا على الزد، مش حيصير اشي، nothing. تمام، طيب عادة الاستخراج بيكون مع دالة الفايند انه هي عبارة عن match واكستراكت سوا، اما هذه انه ماتش في الغالب فقط، يعني انه زي هيك. الان نشوف دالة الفايند، دالة الفايند re.find all ايش بدي له؟ بدي له زد في الاس، دور لي على زد في الاس، موجودة؟ مش موجودة، ترجع لي empty list. فبالتالي هذه always return list،
فيش نتيجة empty list، في نتيجة بيكون فيها list بيكون موجود فيها النتائج. فعشان هيك لو بحثنا هنا على ال A مثلا موجودة كتير، ايش النص تبعي موجودة فبيجيب لي اياها. تمام. هاجل انت بدك الاندكس عشان تعمله اكستراكت صح؟ ايوه عمل له اكستراكت. ليش بدك الاندكس؟ ما هو امتي ليست مش موجودة، هذه موجودة. نعم. عملنا له ايش؟ طب ما هو هيو الفاريبل هذا A A A يعني اوكي. طب بدك تجيب الاندكس يعني ممكن s.find اجيت هنا طيب هنا re match جيت هذا كاتريبيوت. لو انا عملت لك اياه دوت سبان عشان اتاكد لك من هاي الشغله، فهنا جيب الستارت والجروب تبعته بدك تعملها بطريقة الكومبايل سيرش مسج اند جروب سبان بين قوسين زي هيك، فبالتالي بيجيب لك اياهم تقدر تعملهم اكسس زي ما انت بدك. تمام. find item re.find iter هيك ايش بديها؟ بديها انه بدي ادور على الـ A والـ S. ها
هذا الباترن انه يعني انه اوكي، فانت هاجيت بدك تعمل عليها فور ار ان برنت ار، فهذا بجيب لك كل النتائج انه زي هيك، انه السبان تبعتهم بتقدر تعمل اكسس لكل واحدة زي هيك. طب هل انت دكتور في ثلاثة ايه جنب بعض؟ ماشي، ما احنا عم ندخل في الريجولار اكسبريشن، عشان هيك احنا بدناش نتوب. انت عندك بشكل اساسي الملخص الان، انت عندك دالة السيرش بترجع لك اذا في ماتش او لا، وفي دالة الفايند اول بترجع لك كل النتائج في ليست، ما فيش نتائج بترجع لك ليست فاضيه. تمام، لغايه الان احنا ما عملناش ولا ريجولار اكسبريشن. تمام، احنا كنا بندور انه احنا كيف نعمل اكسس للاليمنتس هذه انه زي هيك عشان احنا نعملها اكستراكت، مع انه دالة الفايند اول انه هي بتعمل لي اكستراكت. فهجيت نبدأ بالريجولار اكسبريشن. فهنا انا عندي هاي الاس، ايش هو الاس؟ hello my name is احمد and I love python. فالان لما احكي زي هيك انا بدي التي متبوعة بالاتش، بيجيب لي اياها في نتائج. هذه برضه مش ريجولار اكسبريشن. الان انا بدي التي متبوعه بالاتش، بدي اياها تكون في بدايه السطر، فبروح بحط اشاره الهات، معناها انه دورني على هذا النمط بس وين يكون؟ في بدايه السطر، مش في اي مكان، فبالتالي هنا ما فيش نتائج. طب بدي اياها في نهايه السطر، هنا بده يكون دولار ساين، ما فيش لانه مش موجود. كيف بعديها؟ بعديها اوكي، انه في نهايه السطر، تي اتش في نهايه السطر، مظبوط. طيب بدي حروف العلة، فهنا بروح ببحث في ست. نعم، A E I O U. هاي احرف العلة، جاب لي اياهم كلهم، اعملهم ماتش. طيب بدي الكلمات اللي فيها الاحرف العلة انه يعني ورا بعض، يعني على سبيل المثال فيش ولا نتيجة، خلينا نضيف نص هنا انه هاي الاس زي هيك، ونحكي له هنا and beach. هنا عندي الاي متبوعة بالاي، فهنا بلس معناها انه يكون التكرار تبعها على الاقل واحد or more، one or more. فبالتالي هنا بروح بجيب لي الماتشز كلها بهذا الشكل، كلهم انا عندي حرف واحد ماتش ما عدا كلمة البيتش، هي مطلع لي اياهم زي هيك. لو شلت هاي الكوانتيفاير، هذا بنسميه كوانتيفاير، لو شلته زي هيك بروح بعمل ماتش لكل حرف لوحده زي هيك. تمام، طب لو بدي كل الكلمات اللي بتحتوي على حرفين فاولز، حرفين متحركين بس يكونوا انه على الاقل انه يكون التكرار تبعهم واحد، فبالتالي هنا بحط الكوانتيفاير بشكل محدد واحد، بفتح بين اقواس زي هيك بصير واحد، فهي النتائج كلها بتروح
ما عدا عفوا اثنين حرفين، حرفين متتاليين بهذا الشكل. معنى هذا الكلام انه انا بدي اعمل find، ايش النمط تبعي؟ النمط تبعي انه يكون في عندي حرفين متتاليين ويكونوا واحدة من الاحرف العلة بهذا الشكل. فهذا string match، لا لانه حرف واحد. روح اللي بعده، هذا الاو ماتش، لا، وهكذا لغاية لما يصل هنا اي مطبوع باي ترو، فبروح برجع لي. تمام، يبقى هنا اخذنا البلس احنا شلناها، اوكي، فخليني احطها هنا وهذه ارجعها بلس. فهنا البلس معناها انه one or more character، وهذه انه exactly two، فهذه one or more وهي exactly two. هذه quantifier، وين الأقواس؟ هذه list of character بالضبط، أي واحدة منها. الquantifier إنه ما تعتبرهاش and أو مش and، quantifier أنا بدي اثنين مطبوعات مع بعض، يعني إنه زي كأنه عارف مش خيارات. هاي بدي أعيدك أكتب لك، هاي بدي أعيدك أكتب لك إياها زي هيك. فهاي زي هيك بقول له عمل لي ماتش لحرف من أحرف العلة مطبوع بحرف من أحرف العلة، هذه حرفين، فبجيب لي إياه. فبصير الموضوع مش عملي لو كان في انت عندك مثلا أربعة او خمسة بدك تضلك تكرر. فهنا ممكن اقول انه we are in 20 او 07، لا احنا في الاول اليوم 20/7، خلينا نكتب تريبل كوت، تريبل كوت بدي احط ار اي بتساوي ار اي دوت مالتي لاين 20/7/07/2019. تمام، وهنا هذا هيك، بعدين هذا هيك، هذا نفس الشيء. فالان انا بدي اجي اقول له انه بدي طلع لي السنه، مش اليوم ولا الشهر، بدي السنة. هو عبارة عن أربع ديجيتس، فأنت بتقول له زي هيك تمام، وبتصير بتقول له من 0 ل 9، عبارة عن هذه عبارة عن رينج. نفس الفكرة زي هذيك، ممكن أكتبهم زي هيك 0 1 2 3 لغاية 9، بس ليش؟ أو سلاش دي. فانت بتقول له سنه، تخيل حالك بدك تضلك تعمل زي هيك. لا، فاحنا ايش بنسوي؟ بنقول له هنا حط لي الكوانتيفاير 4، طب جيب لي النتيجه سواء كانت شهر او يوم او تاريخ. فبالتالي بصير في الكوانتيفاير انا عندي مينيموم وماكسيموم. ايش المينيموم انا عندي؟ كم ديجيت؟ 2 ديجيتس، والماكسيموم 4. فبالتالي بيجيب لي الشهر لوحده واليوم لوحده والسنه ماتشز بالشكل هذا وهو المطلوب. فبالتالي في الكوانتيفاير ممكن تتحدد المينيموم والماكسيموم. طب لو كان الماكسيموم يعني انه اور مور، فممكن تعملها بالطريقه هاي، بتسيبها فاضية. فبالتالي هنا two or more، فبالتالي انت بتحدد الكوانتيفاير تبعك two or more، حتجيب نفس النتيجة لانه احنا ما عندناش ديجيت اكتر من اربع
معناش يعني انه تكست اكثر من 4 ديجيت. بدك تعملهم سكيبنج لانه هدول سبيشال كاركترز انا عندي في الريجولار اكسبريشن، فبتحط سلاش. اه تحط ايش؟ سلاش هيك فورورد سلاش، فورورد سلاش مش باك سلاش. تمام. ايش في عندي من ضمن الشغلات كمان؟ خلينا نفتح فايل نستخرج منه الايميلات. فالفايل هذا بدي اجيبه من وين؟ في عندي هذا الملف اسمه unbox.short، هو عبارة عن extraction لميل بوكس. في عندي from هاي الايميل ادرس التاريخ، هذا عبارة عن extraction ل ل ل ل يعني export لملفات من الاوتلوك بهذا الشكل. ففي كل المعلومات return path received الى اخره، وانا عندي هاي البادي تبع الايميل، هذا ايميل جديد from، فهذا انه هذا الاوثر زي هيك. ففي عندي ايميلات كثيره، وفي عندي يو ار ال، وفي عندي تواريخ، وفي عندي شغلات كثيره ممكن نعملها اكستراكت. خلينا نجرب نعمل اكستراكت للايميل، بس خلينا اول حاجه ايش نعمل؟ ميل بتساوي open unbox-short.text.read. خلاص كله صار موجود هناك. short، فالآن بدنا نستخرج الايميلز، او هذا خلينا نسمي نعيد تسميته unbox، وهنا انه r e find all. طبعا بدي اديله اول حاجه النمط pattern، وانه يدور في هذا السترينج. طبعا عشان انه هذا عباره عن مالتي لاين، فبس مجرد نحط r e dot mul line. بس ايش النمط؟ الات، هاي الات احنا بنديناها بالتدريج. ايش قبليها؟ اي شيء؟ او دوت دوت لهذا في تجميع عم بيكون. طيب ايش بيجي قبليها هنا؟ سبيس، وبعديها فببساطه ممكن تقول له هنا انه الميل تبعي هو عباره عن نون وايت سبيس سلاش اس، اس كابيتال، اس سمول وايت سبيس، اس كابيتال، نون وايت سبيس. قديش التكرار تبعه؟ زيرو اور مور، بنقدر نحط زيرو اور مور؟ وان اور مور بيمشي الحال؟ ليش؟ انا الايميل تبعي
m@google.com at least one character. لكن لو حطيت zero or more معنى ذلك انه حيجيب الايميلات اللي ملهاش يوزر نيم. فهنا احنا بنحكي له انه one or more كذلك مطبوعة بايش؟ non-white space character بهذا الشكل. خلينا نخزن النتيجة هذه انه ايميلز بتساوي ونطبع جزء منها بدل ما نطبعها كلها ونقول انه ايميلز اوف العشرة لغاية العشرة مظبوط؟ فهنا اي اقواس بالضبط نعم لأنه هي لازقة في الإيميل كيف؟ نعمل لكل إيميل إذا أكملت نعمل لكل إيميل إيش؟ ما هو المشكلة إنه الإيميل عندك فيه دوت تمام؟ ممكن احنا نعمل هنا للنتائج نلف عليها ونعمل strip لهدول انه نستبدلهم بهذا الشكل بس الفكرة انه تم استخراج الايميلات انه زي هيك ممكن نحتاج لبوست بروسيسنج لهم بس الفكرة الاساسية انه زي هيك طيب لو بدي الدومين بس بشير في الأول بصير يجيب لي يعني إيميلات ملهاش يوزر يعني إذا كان في أنا عندي نص إنه مثلا we can meet عشان اختصارا بقول at 2 PM بجيب لي إياها ف نفس هاي بس ممكن ايش اسوي domains بقول له لو سمحت الجزئية اللي انا بدي استخرجها هاي وهاي هاي الاقواس مش من ضمن النتائج هذا انت وكأنه بتقول له استخرج لي هاي المنطقة لو بدك الاقواس تدخل في السيرش بدك تحطها تحط لها back forward slash خلينا نشوف domains 10 نعم لو بدك الآت تدخل معاهم هذه بس بتعملها إزاحة هيك عادة إنه الآت أنا يعني إنه ما بديش إياها ف هيك فعليا هذا الشغل كتير يعني مطلوب دي لك ملف millions of files بقول لك يعني هذه الملفات قاعدة بتعمل لي attack بدي أشوف الدومينز اللي تجيني منها attack أو إيش الـ IP address اللي بيجيني منه attack بدك تعمله extract بهاي الكيفية تمام؟ لقيت أنا لو جيت نستاش والأسف الكابتة اللي قبل جاءتك هاي؟ هادي؟ فعليا لو حيجي لك نتيجة زي كيف؟ كل اللي يعيش قبليه موقع عليه ممكن يعني تكون الآت موجودة في النص ويجيب لك إياها بطريقة ما يعني بس عشان هيك أنت بدك تتأكد إنه تحصر النتائج قدر الإمكان قد ما تقدر تحصر النتائج بيكون أحسن طيب نستخرج السبام سكور شوف السبام سكور كيف النمط تبعه هاي كل رسالة هاي الرسالة هذه كلها عبارة عن رسالة واحدة في من ضمن المعلومات ايش في عندي
هاي تو فروم سبجكت هاي اكس دي سبام كونفيدنس 84 لانه انت عندك الميل سيستم بيعطي سكور لكل رساله قديش انه هو كونفيدنت او متاكد انه هي سبام فبدنا نستخرج هذا الرقم بالضبط في له نمط معين شوف الرساله الثانيه نتاكد انه نفس النمط ننزل تحت هاي الرساله اللي بعديها XD spam confidence فممكن اخذ انا هذه زي هيك وهنا بس انه احطها قبل ما اكتب الكود وهنا بدنا نقول له انه find بدنا نعرف list spam scores تساوي empty list او هو اصلا برجعها في list spam scores بتساوي هذا الكلام وايش نمط السيرش انا عندي انه بدي هذا الكلام بس بدي ال XD spam انه عشان احصر تحديدا بدي اياها اول السطر وهنا في space وهنا في رقم ايوه هذا السبيس دائما موجود وهنا في رقم فهنا بحط النمط تبعي النمط تبعي هو عبارة عن digit 0 ل 9 بالإضافة للعلامة العشرية والتكرار تبعه one or more يعني على الأقل يكون رقم واحد بدي هذا السطر كله اللي يعمل لي اياه ماتش لا أنا بدي الرقم بس فايش بروح بسوي نشوف أول عشرة تمام طيب نستخرج الإيميلات from نعم بدي إيش مش عارف لأنه ليه طيب احنا اوكي 52 بقينا 8 دقائق احنا بدنا الايميل والسبام سكور تبعه وبدنا نشوف الايميل اللي اللي فيه اعلى سبام سكور يبقى هنا لما بدي اجي استخرج النمط الايميل البريد المرسل هيو from فبالتالي ممكن احط النمط هذا هنا نفس الفكرة emails spam senders بتساوي هذا الكلام ولكن النمط تبعي من بداية السطر لأنه ممكن تكون from في نص الرسالة بديش إياها وبعدين non white space one or more at non white space one or more وبدنا نستخرج بدناش له from تكون موجودة في الموضوع بدنا نستخرج هذا الكلام ايوه كملنا الجوست هيك حقيت طول السبام سندرز والسبام سكور نفس لازم يكون نفس الشيء ساعتها بتاكد هنا اف او برنت سبام سكورز بتساوي سبام سندرز اذا ترو بطبع اول عشرة من هذا واول عشرة من الثاني او بلف for i in
range 10 بعمل print sender slash t score dot format. أول حاجة sender off ال i بعدين ال score off. كيف؟ تمام. مش هلقيت انا عندي كل ايميل فيه له سبام سكور؟ تمام. حكيت احنا استخرجنا السندرز، مين باعت هدول الايميل عشان اتاكد انه جوابي صح. انه هنا كل فروم نزلت تحت فيه لها سبام سكور، هاي لها سبام سكور. لو طول هادي غير عن طول هادي معنى ذلك انه في خلل في الاكستراكت. بس هادي عشان اتاكد انه الاكستراكت تمام. فهنا فولس، في خلل. انت بدك السبام سكور يكون اعلى من كذا، بدك تعمل بارس لفلوت وتعمل فلتر. لا، بتعمل معاه كسترينج. قصدك انه بدك انه الارقام كسلسلة تكون انه اول ديجيت بعد الفاصلة العشرية. فبتقول له انه زي هيك، انه هنا انه انت عندك 0 فاصلة، وبتقول له هنا الارقام من 7 ل 9. لو الرقم 7 2 مثلا شيء قل ويكون اعلى من 7 بتضيف زي هيك وبتقول هنا 0 9. هذه exactly 1 وهذه انه 1 or more. تمام. بس خليني اول اعمل فيكس لانه مش زي بعض. حكينا انه هنا عبارة عن سلسلة من الارقام من 0 ل 9 بالاضافة للفاصلة العشرية و 1 or more. فهنا false. خلينا نشوف اللي انتبع هذا واللي انتبع هذا. سبعة وعشرين وسبعة وعشرين ليش فولس؟ اوكي. بدي افحص اللين مش ال يبقى شغل مظبوط. فهذا هاي السبام سكور تبعه، مفترض يكون في سبيس هنا في الفورمات زي هيك. سبيس قبل الجولز مظبوط. فقلت ممكن تعمل بارس لفلوت وتجيب الماكس وتجيب الايميل تبع الماكس، بيجيب لك اعلى واحد دائما ببعث لك سبام زي هيك. تمام. اخر حاجه بدنا نستخرج المصاري، الفلوس، الاسعار، سكرابينج. نعمل سكرابينج.
يعني هذا الشيء كله انه انت يعني في كتير بقول لك انه عمل لي سكراب في الانترنت وجمع لي ايميلات ادرس عشان بدي ارسلها حملات تسويقية، او انه بدي اعمل اكستراكت لاسعار شغلات معينة وعشان اقارن الاسعار واشوف انه مين اعلى سعر ومين اقل سعر. هكيت في الملف هذا تحديدا انا مش عارف اذا كان في اسعار بيحكوا عن اسعار في دولار ساين مش موجودة. خلينا اتأكد هنا. مش حاكين على الفلوس خالص. فخلينا بس نكتب نص من عنا. النص هذا بيحكي S بتساوي I bought a laptop with قديش؟ And a bottle of milk by $1.5 واربعة من عشر. وهنا بدنا نحط كمان نص and a pen with $1. هذا في شيء فيه floating point. فهنا بدي اعمل re.find all، بدي ادور على النمط في s. ايش هو النمط؟ النمط انا بدي الدولار ساين، وعشان الدولار ساين هذه عبارة عن special character في regular expression نعملها escaping متبوعة بأرقام من 0 ل 9 بالإضافة للفصلة العشرية ويكون 1 or more. فهنا بستخرج الأسعار. ممكن أربط نمط معين إنه على سبيل المثال إنه اكتب ملك تمام، ويكون فيها بيناتهم هنا whatever ويكون هنا في سعر بدي استخرج ايتم معين زي هيك تمام. الريجولار اكسبريشن واسع جدا تمام، بس هاي بشكل اساسي انه انت تعمل اكستراكت. شفنا اكستراكت لايميل، اكستراكت لفاولز، اكستراكت لارقام، اكستراكت لوال سبام سكور، اكستراكت اخر حاجه للاسعار. فهذا بشكل عام يعني انه شغلات انه فعلا انه مرت علي وانه احنا بنحتاجها في الشغل. ممكن انه يمر عليك شغلات اكثر من هيك، ممكن تستعين بالدوكيومنتيشن. انا واثق انه انت قادر انه انت توجد الريجولار اكسبريشن المناسب للبروبلم تبعتك. فخلينا نتوقف هنا، والمرة الجاية إن شاء الله نبدأ بالكلاسز، والشق الثاني في المحاضرة من المحاضرة نبدأ بال Data Science Introduction للماشين ليرنينج. بس بحب أذكركم المرة الجاية الهاكر رانك بدي أعمل تشيك للبروفايلز. أبدأ بإيش؟ بالكلاسز. لا بدي اخلص الكلاسز اول بعديها داتا ساينس. مش نص المحاضره، اقل شوي، مش حطول كتير في الكلاسز. نعم.